انتخابات نيابية في ظروف استثنائية دعت إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية غير الاعتيادية من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب استعدادا ليوم الاقتراع وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم ضمن إجراءات صحية محكمة للحفاظ على سلامتهم وإبقائهم خارج دائرة نقل العدوى في ظل الانتشار المتزايد لفيروس كورونا. اللجان الآن استلمت كافة المواد الحساسة وغير الحساسة، والآن استلمت أيضا المراكز الاقتراع والفرز، وغدا إن شاء الله صباحا ستفتح الصناديق لبدء عملية الاقتراع. طبعا هذه الانتخابات تجري في ظروف معروفة استثنائية، كافة إجراءات السلام العامة اتخذت بالكامل. لن تكون الانتخابات مصدر لنقل عدوى نهائيا. إجراءات عديدة تتعلق بالسلامة العامة اتخذت داخل مراكز الاقتراع، كان في مقدمتها الحفاظ على التباعد الاجتماعي وإلزام الناخب بارتداء أدوات السلامة العامة وتزويده بها واستبدال غمس الحبر عقب الإدلاء بالصوت بوضع نقطة على الإصبع دون ملامسة، بالإضافة إلى إشراك آلاف المتطوعين لتسيير عملية الاقتراع وتنفيذها ضمن الإجراءات المتبعة. هناك في 18,000 متطوع، تم تنظيم عملية دخول وخروج الناخبين بسلاسة وأمان. سيكون نتأكد من وجود الكمامات، سنعطيه قفازات، سنعطيه قلم خاص به، يدخل يعرض بطاقة الأحوال المدنية على لجنة الانتخاب، لا تلمس هذه البطاقة، تقرأ إلكترونيا، يذهب يقترع، يضع ورقة الاقتراع بصندوق الاقتراع، ينقط على سبابة إصبعه اليسرى بدون ملامسة، ينزع القفازات، يخرج وكأنك في مستشفى. وأوضحت الهيئة أن آلية الاقتراع ستتم من خلال دخول الناخب إلى مركز الاقتراع ومغادرته دون لمس أي شخص أو أداة، وتفحص الهوية الشخصية عبر القارئ الإلكتروني، ويعبأ كتيب الاقتراع بمعزل بواسطة قلم خاص بالناخب يستخدم لمرة واحدة فقط، ويوضع الكتيب في صندوق الاقتراع. في ظل الوضع الوبائي الحالي وعلى بعد ساعات قليلة تفصلنا عن فتح باب الاقتراع وبدء استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار المجلس النيابي 19، تنهي الهيئة المستقلة للانتخاب استعدادها ليوم الاقتراع وتتخذ مجموعة من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة. عنود الشدات، المملكة، عمان.